انظر في المرآة، طرأ تغير كبير على شكل الإنسان على مر السنين، لتبدو وجوهنا بالشكل الذي هي عليه اليوم. تتخذ أعيننا وآذاننا وأنوفنا أشكالاً تجعلها تؤدي وظائفها بأقصى قدر من الكفاءة، وبالاستعانة بها تمكن الإنسان القديم من سماع مصادر التهديد المحتملة وشم الطعام ورؤية محيطه. إذن فيما يتعلق بالوظائف نحن على أتم الاستعداد، أما إن تحدثنا عن الشكل الخارجي فإن النسبة هي مفتاح الجمال. نتذكر الوجوه المميزة فقط، فعلى الأرجح ستتذكر الشخص صاحب الأذنين الكبيرتين والفك العريض، لكن ما ندركه لا شعوريا هو أن الجمال في الواقع تناسق ونسب، فقد تنظر إلى أحدهم ولا تدرك السبب الذي جعله يترك لديك انطباعا إيجابيا، قد يكون السر في تناسب وجهه الكبير. عالمنا تحكمه الرياضيات، وتعد النسبة الذهبية من أشهر القواعد، كذلك الشكل الحلزوني الذي لا ينتهي، هذا مثل الباي تماماً، الرقم الذي لا نهاية له. تعود فكرة النسبة الذهبية إلى اليونان القديمة، لكنها لم تقرن بمعادلة رياضية إلا في القرن السادس عشر. يبدأ الرقم باي ب 1.618 ولا ينتهي أبداً، إنه يمثل الجمال والكمال في العالم من حولنا. لكن لنعد إلى النسبة الذهبية لوجوه الناس، المظهر المثالي يعني وجود مسافة متناسبة بين أجزاء الوجه، لا يمكن أن يكون الأنف طويلاً جداً أو قصيراً جداً، ولا يمكن للأذنين أن تكون كبيرتين أو بارزتين كثيراً، ولا يمكن أيضاً للعينين أن تكون بعيدتين أو قريبتين جداً من بعضهما البعض. يعتقد أن الأشخاص الذين يتمتعون بهذه النسب وجوههم مثالية، ولكن حتى لو كان أحدهم يملك هذه الملامح المثالية للوجه فيستحيل أن تبقى معه طوال حياته، فمع التقدم في العمر تصبح بعض أجزاء وجهك أكبر حجماً، أو لنقل أن المسافة بين فمك وأنفك تقصر أو تطول. ناهيك عن التغير الذي يطرأ على بعض ملامح وجهك مع التقدم في العمر كالذي يحدث للعينين وعظام الوجنتين والفك الداخلي، مما يفسد النسبة الذهبية المثالية. إذن تخيل أنك في متر الأنفاق ويصطدم بك شخص بوجه مثالي يحقق النسبة الذهبية، والآن تخيل لو أن الجميع يملكون وجوها بهذا الشكل، سيتجول البشر بمختلف الأعمار بوجوه متناسقة كما لو أنها أنتجت في مصنع. يجب أن تتكيف أجسامنا مع هذا التناسق، إذ سيكون للذراعين والساقين طول ذاته، وستكون المسافة من الرأس إلى الجذع مختلفة عما هي عليه الآن. ينطبق الشيء ذاته على المسافة بين الجذع والساقين، حينها سيصبح المشي صعبا لصعوبة تحقيق التوازن. عموما تخيل أن تعيش في عالم كهذا، لكنك الشخص الوحيد الذي لا يتمتع بالنسبة الذهبية. لم تلاحظ التغييرات التي طرأت من حولك عند استيقاظك صباحا، تخرج من المنزل وتسير في الشارع وأنت تضع الهاتف قريبا من أذنك، وفجأة تلاحظ أن الكثير من الناس يحدقون بك. تتجاهل هذا في البداية وتواصل طريقك، لكن يستمر الناس بالنظر إليك بطريقة غريبة. تضع هاتفك في جيبك وتنظر من حولك، فتدرك أن الجميع متشابهون نوعا ما باستثنائك أنت. أشكال الناس مثالية في هذا العالم، ولن يتمكن أي شيء من تدمير ثقتهم بأنفسهم حتى وهم صغار. سيكون من الممكن التنبؤ بالشكل الذي سيبدون عليه عند بلوغهم الأربعين أو أكثر. تلاحظ أن الجميع يحاولون تجنبك، ولا أحد يجرؤ على الاقتراب منك. تتجه إلى متجر فيه مرآة لتنظر إلى نفسك، فتجد أن وجهك لا يزال على حاله. تخرج من المتجر وإذ بكل شيء من حولك قد تحول إلى شيء آخر. تبدو السيارات مختلفة الآن، إنها متناسقة تماما، وأصبحت أعمدة الإنارة أقصر وتنتج دوائر مثالية من الضوء. تشعر وكأنك في عالم للدمى، حتى الناس يسيرون بالطريقة ذاتها. ثم تتلقى مكالمة من صديق لك يود مقابلتك، تسرع إلى الحافلة وتحاول العثور على مقعد، لكن المقاعد تغيرت أيضا ولم تعد مناسبا لأي منها. تنزل من الحافلة وتتجه إلى منزل صديقك، لكنه يفزع عند رؤيتك، لقد تغير وجهه أيضا. يقترح عليك بعد أن يهدأ أن تحاول اكتشاف ما حدث. تستعين بمحقق وتدفع له مبلغا من المال مقابل البحث عن الحقيقة، لكن رغم احترافية المحقق لا يتمكن من حل القضية، فلا تفسير لما حدث. يبدو وكأن العالم قد تغير فجأة في ثوان قليلة. تعود إلى المنزل في نهاية اليوم منهزما، وتعتقد أنك لو نمت ستستيقظ لتجد العالم القديم قد عاد، لكن عندما يحل الصباح ترى أن كل شيء بقي على حاله. مرت أسابيع وما زلت تحاول التعود على الوضع الجديد، لكن أينما ذهبت تجد الجميع يحدقون بك،
وفي النهاية تطرد من العمل ولا يبقى لديك ما تفعله سوى البقاء في المنزل معظم أيام الأسبوع. تشعر وكأنك لم تخرج منذ وقت طويل، حتى رفيقك الوحيد سمكتك الذهبية تبدو غريبة بعض الشيء. لم يقتصر اتباع قاعدة النسبة الذهبية على البشر فقط، بل شمل كل شيء في العالم بما في ذلك الحيوانات. لنأخذ كلب جولدن ريتريفر كمثال، أصبحت المسافة من طرف أنفه إلى أذنيه مختلفة الآن. أجل، أصبح الكلب أقل جاذبية، وكذلك الحال مع القطط التي بدت غريبة بعض الشيء. تذهب في رحلة سفاري وتبدأ بمراقبة الحيوانات الرائعة وهي تتجول في الأرجاء. ترى وحيد القرن والفيلة والزرافات وهي تحاول الاختباء في الظل من الحرارة. صمم جيب السفاري الذي تستقله بطريقة تجعل أبعاده متناسبة مع النسبة الذهبية. في تلك الأثناء تلمح زرافة على مسافة ليست بالبعيدة، فتخرج المنظار لتتمكن من رؤيتها بوضوح أكبر. عادة ما تكون رقبة الزرافة طويلة في العالم غير المثالي، وبهذا الشكل ستكون قادرة على تناول أوراق الأشجار. لكن هنا وكنتيجة للنسبة الذهبية تبدو الزرافة شبيهة باللاما أو الجمل نظرا لقصر طول عنقها. ومن بعيد ترى أيضا مجموعة من الأسود بأنوف غريبة الشكل وغير جميلة، لكنها بنسب صحيحة من الناحية التقنية. المشكلة أن فم الأسد وفكه مصممان لقضم الطعام وحمله، لكن مع هذا الشكل الجديد لن يكون قادرا على إنجاز هذه المهمة. ثم تذهب إلى غابات الأمازون وتسير قرب النهر، وفجأة ترى ثعبانا لكنه بلا حراك، بل يرقد فقط ويلف نفسه بشكل مثالي. كل النباتات من حولك متناسقة لأقصى حد، لكنك لا تستطيع تقبل هذا. والآن بعد أن تجاوزت الثعبان يظهر أمامك حيوان آخر، إنه نمر. تبرز أسنان الحيوان بشكل غريب، لكنه يبدو لطيفا بعض الشيء، فهو ليس مخيفا كالنمر في العالم القديم. تنتقل بعد ذلك إلى مصر وتقف أمام الأهرامات القديمة، تنظر إليها بذهول كبير. لكن المثير للدهشة في هذا العالم المثالي أن الأهرامات بقيت على حالها. يشير بعض علماء الرياضيات إلى الهرم الأكبر في الجيزة كمثال ممتاز للنسبة الذهبية، وذلك وفقا لقياسات أساسه وارتفاعه. لكن هذا البناء من صنع الإنسان وليس من صنع الطبيعة، لا شيء مثالي في عالمنا هذا، وربما يكون هذا أفضل. هناك أشخاص طوال القامة وآخرون قصار القامة، وهناك النحيفون والمكتنزون. هذه العيوب هي ما يمنحنا المظهر الجميل والمميز. قد تجد بعض الأشياء في العالم تتوافق مع النسبة الذهبية كأزهار دوار الشمس أو أكواز الصنوبر، لكنها بأعداد قليلة. النسبة الذهبية غير موجودة في الطبيعة، إذ لا تتوافق أشكال الصدف وذيول الحرباء وقوقعة الحلزون وغيرها من الأشياء اللولبية مع النسبة الذهبية. رغم أنك قد تظن للوهلة الأولى أنها تحقق القاعدة، هذا الالتباس شائع الحدوث، لكن في النهاية تفوز الرياضيات. عموما ضع في اعتبارك أن الجمال نسبي، وأن النسبة الذهبية ليست ما يضفي الروعة على عالمنا.